هذا الفريق انا رديت عليك بكلمه واحده. شوف انا رديت عليك بكلمه واحده بس رديت عليك بكلمه واحده انا بس يوم تقول عمل اداري. انا اقول في عمل اداري لو خسر كان يضيعون الرحله معذور لو خسر معذور شيء هذا اللي اقصده انا لو خسر معذور. ابو عبد العزيز سمحت لي الاتحاد يعني انت الموسم هذا تشوف في عمل اداري ولا ما في عمل اداري؟ انا اقول لك الاداره ما لها دخل ما لها علاقه لان اول شيء الحوالي الجويه اللي صارت لو خسر الاتحاد اليوم تطلع هذه حقة الحوالي الجويه يعني ما تتفق مع عبد الوهاب؟ لا انا ما اتفق انه عمل اداري هذا شغل مثل ما قال استاذ عبد الرحمن شغل داخل ملعب اللعيبه طيب. هم اللي معناته لما تاخر هدف لو خسروا خسروا حملوا المسؤوليه خلينا نسمع محسن بس ما سمعنا صوته تفضل بندر برجع لك ابو عبد العزيز طيب ما فيه نقاد فنيين مع من غلب كيف نقاد فنيين انا اسميهم مع من غلب اكيد رد عرفت رد يعني الفريق لا انا انت ناقد فني تلقى فريق مقدم مستوى على اعلى مستوى وخسر هدف تلقى يمحق الفريق اللي قدم مستوى وتلقى يمجد في الفريق اللي فاز يعني ما فهمت ولا صراحة. ها ما فهمت يعني الفريق اللي يفوز يمجد فيه حتى لو ما قدم مستوى انت كناقد فني مثلا او محلل مباريات الفريق اللي خسر قدم عطاء كويس تلقى الفريق الخسر مقدم كل شيء في كره القدم الا انه يجيب هدف طيب ولكن تلاقي مثلا محللين فنيين او ناس يعني نقاد رياضيين لا تجلس تتفرج عليهم تلاقيه يمحق العمل كله للفريق الاخر وان في ارتداد علشان هدف جت من كره ثابته والله شوف انا ما اعتقد ان شوف لي دائما انت لما تنظر للمباريات وتشوف الفريق الافضل حتى لو خسر تقول هو الافضل يعني امور فنيه واضحه محسن احمد عبد العزيز احمد تجيب جوارديولا مع الاتحاد الموسم هذا ما راح يوصل نهائي كاس الملك هذا عمل تكاملي لا خلني اقول لا في فرق بين بطوله الكاس وبطوله الدوري ترى الدوري كاس طيب وصار في طيب انا اتكلم عن كاس لا الكاس ترى على فكره الكاس ترى خمس مباريات وانت خادي كاس منقذ موسمه لكن شي. الدوري تاكيد على الموضوع الفني يعني من الصعب جدا في نقاد يشوفون بلنتي ضد فرقهم يقولون مو بلنتي وبلنتي على فرقهم يقولون بلنتي يا ابو عبد العزيز طيب متى تناقش بس محسن ترى ما سمعنا صوت الفيديو خلاص